إذن مشاهدينا، دائما فترتنا الإخبارية متواصلة. في موضوعنا الثاني للنقاش، انطلقت اليوم المرحلة الثانية من الأيام التكوينية لصالح مدراء مؤسسات التعليم الابتدائي حول الصيغة الجديدة والطبعة الجديدة أو النسخة المعدلة من امتحان تقييم المكتسبات بعد كل التغييرات والإجراءات الجديدة التي أقرها وزير القطاع منذ أسابيع. سنحاول مناقشة هذا الموضوع مع سيد حشفة المكي، عضو النقابة الوطنية لمدراء الابتدائيات، حول هذه المشاركة في الأيام التكوينية. نعم، إذن مشاهدينا، المرحلة الثانية من تكوين بامتحان تقييم المكتسبات بكل تغييرات أو تحسينات التي تم إضفاؤها عليها وما أعلن عنه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد. إذن كانت هناك دورة أولى لتكوين لصالح مفتشي التربية حول أهم الإضافات التي تم إجراؤها وإضفاؤها على هذا الامتحان. اليوم التكوين معني به فئة مدراء المدارس الابتدائية. سيد حشفة المكي، عضو النقابة الوطنية لمدراء الابتدائيات، هل أنت معنا؟ صباح الخير سيد مكي. صباح النور. إذن أهلا بك سيدي. إذن أنتم اليوم بصدد المشاركة في الأيام التكوينية حول امتحان والنسخة المعدلة من امتحان تقييم المكتسبات فيما يخص التغييرات التي طرأت عليه والتحسينات التي أضفيت عليه. إذن بداية، ما هي أهم التغييرات التي سيشهدها هذا الامتحان وأهم المحاور التي سيتم تدارسها خلال هذه الأيام التكوينية؟ بداية نشكر الشروق على الاستضافة، تحية لك ولمشاهدي قناة الشروق. إجابة على سؤالكم، نحن اليوم في اليوم الأول التكوين الأول لمدراء المدارس الابتدائية حول امتحان تقييم المكتسبات لمرحلة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. كما تعرفون سيدتي أن هذا الامتحان بداية أجري العام الماضي، وبعد إجراء الامتحان كانت هناك عدة تقييمات لهذا الامتحان، سواء على مستوى القاعدة على مستوى الأساتذة وعلى مستوى المدراء وعلى مستوى المفتشين، وتوجد به يعني هناك كان هناك اقتراحات عديدة لتحسين يعني إبداء ملاحظات ومعالجة الاختلالات التي شابت هذا الامتحان، ومن بينها مثلا على طول مدة الامتحان التي جاءت بعد نهاية أن التلاميذ أجروا في العام الماضي الامتحانات الفصلية، وبعدها جاء هذا الامتحان كان هناك ضغط كبير جدا وكان يعني عدة ملاحظات كثيرة على الامتحان. فبعد ندوات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني، فجاء الجديد في هذا الامتحان هو أولا تم تقييس عدد الأيام إلى 3 أيام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة هناك 3 أيام، وهذه 3 أيام تأتي في 12 و13 و14 ماي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة للتقليص أيضا حتى بعد يعني كاين أمور تقنية يعني لن ندخل في التفاصيل كثيرا، ولكن تم إعطاء صيغة الامتحان أنه تكون هناك مشاركة على مستوى المقاطعات. هناك امتحانات يعني كتابية تكون بمشاركة كل يعني على مستوى كل مقاطعة تربوية، سواء يعني تجرى امتحان كتابي بمشاركة الأساتذة ويكون تحت تأطير المفتشين. هذا الجانب الثاني. والجانب أيضا المهم أن هناك عدد تقليص في بعض الامور، وهذا كله راه سوف ينعكس يعني ايجابا على تقييم يعني على الـ 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 يعني على صير الامتحان، وبالتالي تكون يعني التلاميذ يكونوا في اريحيه. نعم.
نعم، إذن التحسينات الجديدة التي تم الإعلان عنها قبل مدة من قبل وزير التربية لاقت استحسان في الأوساط، تحدثوا هنا عن أولياء التلاميذ وحتى الأساتذة، أساتذة التعليم الابتدائي. اليوم تكوين لصالح مدراء الابتدائيات، هل ستكون يعني كيف سيتم، هل هناك تكوين للأساتذة أساتذة السنة الخامسة ابتدائي حول الجديد، أو سيتم إبلاغهم فقط بالتعليمات؟ طبعا أولا بداية كما تعرفون جاءت إلى كل مدراء الابتدائيات أو كل مدارس، هناك مناشير بلغت إلى كل، هناك مناشير بعد الندوة الوطنية أيام 25 جويلية الوطنية، وبعد التوصل إلى التوصية النهائية و جاء منشور ينظم هذه العملية من بداية إلى نهايتها، وأيضا هناك تفاصيل أخرى. بالنسبة للتكوينات، أول المكلفين أساسا بهذه العملية باعتبار أن هذا الأمر هو أمر توابع بحث هم السادة المفتشين، فبرمجت أيام تكوينية لسادة المفتشين في البداية، تاليها مدارنا اليوم نحن في تكوين لكل المدارس الابتدائية على المستوى الوطني يومين تكوينيين، وهذا التكوين يكون على حسب كل مقاطعة. كما تعرفون أن كل بلدية لديها مقاطعات تربوية، هذه المقاطعات تضم 5 أو 6 مدارس على حسب كل مقاطعة يعني، والوضع يختلف. نحن مثلا في هنا في العاصمة في 6 أو مدارس يشرف على تكوينهم سيد مفتش التربية بتاع اللغة العربية، ودي شرح المناشير وشرح العملية من بدايتها إلى نهايتها. وما لاحظتوا ان هناك ان الوصايه يعني هذه اخذوا بكثير من التوصيات التي صغناها العام الماضي، ومنها تقليص مده الامتحان، ايضا اعطاء يعني هناك مرونه، لان العام الماضي وكان هناك ضغط كبير في الايام يعني عدد الايام التكوينيه، وكان ايضا ضغط كبير لان تم طباعه بعض السجلات كان تطلب امكانيات ماديه وبشريه كثيره. ولكن هذا الأمور يظل أن بعد ما لاحظنا في خلال المناشير وفي كانطباع أولي أنه تم تدارك هذه الاختلالات، وبالتالي ستكون اليوم الأول يوم خاص في خلال المناشير، ثم اليوم الثاني راح يكون أمور تفصيلية أخرى، وفي هذا كله في يعني سينعكس إن شاء الله إيجابا على إجراء هذه العملية وإطلاع المعنيين المباشرين بها. تبدأ بالمدراء نعم التكوين مكي ثم تنتقل إلى الأساتذة. نعم سيد مكي، ربما نقطة أخيرة، تقليص يعني أيام الامتحانات المكتوبة يعني ربما يكرس توجه الوزارة الوصية من أجل اعتماد طرق أنجع ويعني أكثر فعالية في تقييم التلاميذ بعيدا عن الامتحانات الكتابية. طبعا الميزه الموجوده في هذه المقاربه الجديده لامتحان نهايه مرحله تقييم المكتسبات انها تعمل بالمؤشرات، وبهذا الامر يعني الامر في البدايه صح يكون صعبا على كثير من الاساتذه العمل بهذا النظام، ولكن مع التعود ستكون هناك تقييم موضوعي، و يعني من بين التوصيات انه عندما تجرى الامتحان تبدا الامتحان الشفهيه، وهناك امتحانات كتابيه بوضع مؤشرات محدده، وتكون هناك يعني تقريب كلفه الساده المفتشين بتاطير هذه العمليه من بدايتها الى نهايتها. وبالتالي انا اعتقد ان ما دام العمليه بدات يعني في هذا في الفصل الثاني، فأكيد ستكون من حتى نهاية الفصل الثالث سيكون تدارك كل النقائص، وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر سيكون هذا العام أكثر أريحية، وتكون يعني هذه الأمور في صالح التلاميذ المدرسة الابتدائية. نعم نتمنى ذلك، وبالتوفيق لكل تلاميذ سنة الخامسة ابتدائي. شكرا جزيلا لك سيد حشفة المكي، عضو النقابة الوطنية لمدراء الابتدائيات، شكرا على كل هذه المعلومات المقدمة.